بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الأفاضل، الحضور الكريم، مع حفظ الألقاب والمسميات، بداية أعبر عن امتناني لكوني جزءاً من هذه المنصة الرائدة التي وضعت معياراً للتميز والشغف والمهارة والتفاني، وأنه لشرف لي أن أعمل جانباً إلى جانب مع عائلة منصة أريد لتحقيق أهداف المنصة من خلال المشاريع الكبيرة التي باتت تكبر وتحقق رؤية الباحثين في جامعة أريد والقرية العلمية وغير ذلك من المشاريع الكبيرة. ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أتقدم بالشكر والتقدير للرئيس التنفيذي لمنصة أريد الدكتور سيف السويدي ولجميع زملائي من أعضاء مجلس الإدارة، والتنويه بجهودهم على ما بذلوه ويبذلونه من تضحيات وجهود للرقي بمنظومتنا العلمية، سائلين الله تعالى أن يمنحنا الطاقة والقدرة للاستمرار في خدمة العلم والعلماء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.